وأخيرا، شركة هواوي تعلن في مؤتمرها السنوي عن سلسلة هواتفها الجديدة هواوي ميت 50، والتي تتكون من 3 إصدارات: الإصدار الأول هواوي ميت 50، الإصدار الثاني هواوي ميت 50 آر إس، والإصدار الثالث هواوي ميت 50 برو. نتعرف على ميزات ومواصفات الأجهزة. شركة هواوي تفاجئ مستخدميها بألوان جديدة وأيضا بميزات تم طرحها لأول مرة. لنبدأ. رح نتابع مع بعض الإعلان المشوق لسلسلة هواتف ميت 50. مثل ما تحدثنا في 3 إصدارات موجودة بهي السلسلة. طبعا رح نشوف نحن اليوم ألوان جديدة ومواصفات جديدة. في تركيز كبير على عدسة الكاميرا، على دقة التصوير، بالإضافة لموضوع الألوان الموجودة بالجهاز. طبعا التصوير بجميع الوضعيات. هواوي ميت 50 يدعم نظام هارموني او اس، طبعا هذا الخاص بشركة هواوي. طبعا ايضا بتميز بمعالج كبير لتحمل الالعاب، بالاضافة لميزة اللي هو رح يكون ضد المي وفي جميع الطقوس. شيء جميل كون احنا شايفين الجهاز وقع على الثلج وما انكسر. اعلان رائع جدا. الميزة هي رح نتحدث عنها. طبعا مثل ما شفنا رح يكون في اتصال بشكل مباشر عبر الاخبار الصناعي في وضع الطوارئ. هاي الميزة هي اول ميزة تم طرحها بسلسلة هواوي 150. رح نتابع مع بعض تفاصيل الاجهزة. رح نتعرف على الاصدار الاول هواوي 150. حجم الشاشة 6.7 إنش، OLED 90 هرتز، الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بايت، دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بايت، الواسعة 13 ميجا بايت، والكاميرا الثالثة 12 ميجا بايت. يحتوي على 3 ذواكر: الذاكرة الأولى 128 أو 256 أو 512 برام 8 جيجا بايت. طبعا النظام مثل ما تحدثنا هو هرموني OS 3.0، ببطارية 4460 ملي أمبير، بشحن سريع 66 واط أو بشحن لاسلكي 50 واط. راح نتعرف على الإصدار الثاني هواوي ميت 50 RS. حجم الشاشة 6.74 إنش، OLED ب 120 هرتز، الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بايت، دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بايت، الواسعة 13 ميجا بايت، والكاميرا الثالثة 48 ميجا بايت، بذاكرة 512 برام 8 جيجا بايت. طبعا النظام هارموني او اس 3.0، البطارية 4700 ملي امبير، بشحن سريع 66 واط، وشحن لاسلكي 50 واط. رح نتعرف على الاصدار الثالث هواوي ميت 50 برو الاقوى. حجم الشاشة 6.74، OLED 120 هرتز، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 50 ميجا بايت، الواسعة 13 ميجا بايت، والكاميرا الثالثة 64 ميجا بايت. بتميز بذاكرتين 256 أو 512 برام 8 جيجا بايت. طبعا النظام هارموني او اس 3.0، ببطارية 4700 ملي أمبير، بشحن سريع 66 واط، وشحن لازلكي 50 واط. إذا كنتم من عشاق التقنية والتكنولوجيا والمعلومات والأجهزة الذكية والتطبيقات، فكروا في اشتراك في قناتي على يوتيوب وباقي منصات التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.